المسيرة التي دأب الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني على تنظيمها كل شمعاه جاءت هذه المرة وفق رئيس الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني تحت الشعار لا للمساواة بين الضحية والجلاد، إشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإدانة رئيس الكيان الصهيوني ووزير دفاعه وقادة من حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. فلا للمساواة بين الضحية والجلاد، فينبغي أيضا أن تأخذ هذه المحكمة قرارا بكل ذلك، بكل تلك القيادة النازية التي تمارس القتل والتنكيل ليل نهار والتدمير والقصف ليل نهار على الأبرياء في غزة. ينبغي أن تأخذ قرارا باعتقال كل جنودها وقادتها وحتى المستوطنين هؤلاء القتلة الذين يقتلون في أبناء الشعب ليل نهار. مسيرة الجمعة خرج فيها الموريتانيون للتعبير عن رفضهم للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وانطلقت المسيرة كعادتها بعد صلاة الجمعة من المسجد السعودي وتوجهت إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط. وأكد الأمين العام للرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني أن الخناق بدأ يطيق على الاحتلال من حلفائه التقليديين مع اتساع رقعة الاعتراف بدولة فلسطين، وتستمر الانتصارات ويضيق الخناق على هذا الكيان من المحاكم. اليوم تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف الاعتداءات ووقف القتل ووقف المجازر ووقف الإبادة الجماعية، وتصدر قرارا لا رجعة فيه بوقف أي حرب على رفح. هذا أيضا جزء من الانتصار، هذا جزء من الانتصار لهذه القضية ولهذه الأمة ولهؤلاء المجاهدين. المشاركون في المسيرة رفعوا فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها غزة رمز المقاومة وأمريكا قائدة الحرب على غزة ودماء أهل غزة تفضح حكام العرب المتخاذلين.